والتعب الكلي عند اشتراك اكثر من ثلثين من حجم العضلات في النشاط البدني الممارس مثل الجري او السباحه والاداء في المباراه. المقصود من هذا حسب المنطقه يعني كم عضله راح تشارك بهذا الاداء، فكل ما زادت راح يختلف، حيكون اما جزئي او موضوعي او كلي اذا زادت اكثر من ثلثين من حجم العضلات. تفضل استاذ علي كملنا حسب اسبابه اقسامه. نعم مصطفى. يقسم التعب لخمسه اقسام حسب اسبابه. هناك التعب البدن اللي ينتج عند نشاط بدني اللي هو يوصل الى درجه متقدمه من الاجهاد حيث تحدث تغييرات بيوكيميائيه ينتج عنها ظهور حامض اللاكتيك كما اسلفنا سابقا. في ظروف قله الاكسجين في الدم دائما يكون في الفعاليات الرياضيه. هي التعب الحسي اللي هو كثرة استخدام الحواس لفترة طويلة من الزمن دون راحتها. تشوف مثل رياضات اللي هي تكون مثل تحتاج إلى تركيز عالي اللي هي الرماية والقوس. ثالثا التعب الانفعالي يحدث عندما يتواجد متسابق بين المنافسين على مستوى كبير ويخشاهم. دائما نشوف اللاعب اللي يدخل في مستويات يعني منافسة عالية راح تبدي كل ما يصعد إلى المرحلة النهائية يكون أكثر توتر وأكثر انفعال، راح يلتقي بلاعبين على مستوى عالي كبير وبالتالي راح يرتد عنده إلى تعب انفعالي راح يأثر على قدراته بالأداء. لازم يكون استعداده النفسي كبير حتى يبتعد عن التعب الانفعالي. التعب العقلي اللي هو النقطة الثالثة اللي هو يتعلق بالتعب الذهني اللي هو الفعاليات والرياضة اللي تحتاج إلى التفكير عالي مثل الشطرنج. النقطه الرابعه هي التعب النفسي. المشاكل النفسيه واحد هي فقط التعب النفسي لكن ايضا العمل الطويله. دائما نشوف بعض المباريات خاصه مباريات التنس مباريات الطائره هذه المباريات اللي ما يكون بها وقت محدد يكون يعني اللاعب في جهد بدني مفتوح وبالتالي راح يكون مسؤولية كبيرة انه يقسم الجهد والتعب حتى لا يوصل الى مستوى التعب البدني او التعب العصبي. الاسباب الخاصة لظهور التعب، هناك مجموعة من الاسباب التي تسبب ظهور التعب اللي هي قسمها العالم كوتس عام 1986. هذه الخصائص تتبع طبيعة نظام إنتاج الطاقة اللاهوائية والهوائية اللي هي تكون حسب الفترات اللي يكون اللاعب يؤديها خلال الأداء اللي تتعلق مدة أو الفترة الزمنية اللي تخص رياضة تخصصية. من هذه الأنواع اللي هي التعب الناتج عن العمل لفترة من 15 إلى 20 ثانية يكون اللي يعتمد على إنتاج الطاقة اللازمة اللي تكون في العمليات اللاهوائية عن طريق فوسفات الكرياتين وبدون أكسجين. في هذه الأنشطة يكون سبب التعب دائما ما يرجع إلى الجهد اللي العمليات العادية بالجهاز العصبي المركزي حيث تنشط المراكز العصبية الحركية بالحد الأقصى لها لإحداث تيار مستمر من الإشارات العصبية الذي يوجه بصفة خاصة إلى الأرياف العضلية السريعة، وهذا كله راح يؤدي إلى ظهور التعب نتيجة استهلاك فوسفات الكرياتين المسؤول عن إعادة بناء المركب الكيميائي. النوع الثاني هو التعب الناتج عن الفترة الزمنية لرياضات تخصصية اللي هي من 20 إلى 4 ثانية. زمن الأداء هذا يؤدي إلى استهلاك المركبات الفوسفاتية بالليف العضلي، كذلك يؤدي إلى تكسير الكلايكوجين ويتجمع حامض اللاكتيك في العضلة وبالتالي راح يكون عنده شعور بالألم اللي ينتشر في الدم وراح يكون تأثيره كبير على الجهاز العصبي وحدوث التعب. إضافة إلى التعب الناتج عن العمل لفترة من 45 إلى 90 ثانية اللي يكون السبب الرئيسي للتعب في هذه الحالة هو تراكم حامض اللاكتيك في العضلات وفي الدم، و التأثير السلبي يكون على حالة الحالة العصبية. تفضل مصطفى تقدر تكمل أقسام حسب. نعم.
التعب الناتج عن عمل لفترة من 45 إلى 90 ثانية. احنا قلنا هذا التقسيم لفترات العمل حسب كل لعبة اكو لها اقسام فترة وتفيدها تستفاد منها. احنا راح نكمل حسب انه من اذا كانت الرياضة تتراوح من 45 ثانية الى 90 ثانية مثل قلنا اركاض ال 400 او ال 800 متر. احنا نقدر نكمل. يعد السبب الرئيسي للتعب في هذه المرحلة هو تراكم حمض اللاكتين في العضلات وفي الدم وتأثيره السلبي على حالة الجهاز العصبي. التعب ناتج عن العمل لفترة من 30 إلى 80 دقيقة اللي مثل رياضة كرة القدم أو كرة السلة أو رياضة كرة اليد. هنا هذا الرياضات يكون العمل العضلي في هذه الأنشطة يرتبط على استهلاك الأكسجين والاعتماد على الجلوكوجين المخزون بالعضلات كمصدر لإعادة بناء الATP وإنتاج الطاقة، وكذلك على سكر الجلوكوز بالدم. ولذلك فإن أسباب التعب في هذه المرحلة ترتبط باستهلاك مخزون الجلوكوجين الموجود بالعضلات والكبد. التعب الناتج عن العمل لفترة من 8 إلى 120 دقيقة عندنا مثلا كرة القدم تدخل بها من ضمن هاي اللعبة، ألعاب الماراثون، كثير من الألعاب تدخل بها. عندنا أسباب هذا التعب تشبه ما سبق في المجموعة السابقة من حيث نقصان مخزون الجلوكوجين وغيره. ويحدث التعب نتيجة إيش؟ اختلال وسائل تنظيم درجة حرارة الجسم لطول الفترة الزمنية. بسبب الفترة الزمنية هاي الطويلة راح يزيد عندنا درجات حرارة الجسم، راح تختلف تتغير. فهذا الفترة الزمنية كلش تأثر على درجة حرارة الجسم، فهذا يؤدي إلى شنو؟ إلى ظهور التعب نتيجة وكذلك في زيادة حجم الطاقة الناتجة. عندنا النوع الآخر هو التعب الناتج عن العمل لفترة أكثر من ساعتين مثل رياضات الماراثون الركض 10,000 وأكثر. فضلا عن ذلك أنه عملية استهلاك الأكسجين، إحنا عبرنا مرحلة استهلاك الأكسجين وزيادة الحرارة فترة طويلة في العمل وزيادة استهلاك الدهون وما يصاحب ذلك من مخلفات التمثيل الغذائي واللي تسبب أيضا بشعور التعب. إذن بهاي المرحلة حيكون استهلاك الجلوكوجين، زيادة حرارة الجسم تأثر على ظهور التعب، واستهلاك الدهون الموجودة المخزونة في الجسم. علاقة التدريب الرياضي للتعب مهمة جدا. إن الفرد الرياضي يتأخر ظهور التعب لديه لعدة أسباب. أول نقطة مهمة إنه تناسب كمية الدم الواصل للعضلات العاملة مع كمية المجهود الذي يقوم بأداءه. هاي النقطة ما نقدر نوصل لها إلا بالتدريب الصحيح. فهنا إذا التدريب الصحيح راح يؤثر بتأثير إيجابي على إنه يستطيع اللاعب إرسال كمية المناسبة مع الجهد المبذول اللي يتطلب من عنده أداء. يعني تناسب كمية الدم الواصل للعضلات مع كمية الجهد، لا تكون أقل ولا أكثر، وهذا ينوصل له من خلال التدريب. قدرة الأوعية الدموية على الاتساع بسرعة لمدى حاجة العضلات. هنا حسب حاجة العضلات راح تتسع قدرة الأوعية الدموية على حاجة حسب حاجة العضلات. النقطة اللي بعدها وجود قلويات وغلوبين بوفرة في العضلات. النقطة الرابعة توافق الجهازين العضلي والعصبي، توافق العضلي والعصبي. هنا الجهازين كل ما زاد التوافق قل يؤثر بتأثير إيجابي أو سلبي على ظهور التعب. قدرته على التوافق بين الجهاز العصبي والعضلي يقلل من ظهور التعب. زيادة القوة الميكانيكية للعضلة إضافة إلى ذلك الاقتصاد في الطاقة المعروف لمعرفة العفو الاتجاهات والمسارات الحركية المختلفة نتيجة المعرفة اللاعب لحركات السابقة. لذلك يعني نقدر نقول أنه اللاعب من يعرف المسارات الصحيحة راح يوفر بالطاقة يقتصد بها، والأي اقتصاد هو يأخر ظهور التعب نتيجة إيش؟ التدريب السابق وعنده مسارات حركية صحيحة ومعروفة، يتجنب الحركات العشوائية. هذا كله
يتجه ويصب في اقتصاد بالطاقة، وهذا الاقتصاد راح يأثر تأثير إيجابي إنه يأخر ظهور التعب. العفو. موقع التعب العضلي. أستاذ علي مشكور، كمل. نعم رفض. موقع التعب. مهم جدا نعرف موقع التعب العضلي. هذه الظرفة السلبية اللي مثل ما أسلفنا إنه يكون الضغط الكبير اللي يقع على الجهاز العصبي المركزي نتيجة الإشارات اللي من أعضاء الجسم العضلي. إذا مواقع التعب العضلي أولا هو الجهاز العصبي المركزي. التعب نستدل عليه من خلال انخفاض في تكرار إثارة الوحدة الحركية وانخفاض في عدد الوحدات الحركية المستخدمة في النشاط. التعب أصلا يكون أضراره كبيرة على الجهاز العصبي المركزي. هناك دراسة قام بها أسمونسن اللي هي استخدم تجربة لرفع الأقل في المرة سبب التعب خلال من 2 إلى 3 دقائق، وأعطى فترة راحة لمدة دقيقتين ثم الاستمرار في تمرين الرفع. استنتج من خلال هذا